لا أنا وياك قديش قلنا بنعرف بعض ونعرف أشياء عن بعض وفايتين بأحاديث سوا، يعني إن كنا بالتصوير أو برات التصوير. بس بحس هيك في أشياء يمكن ما كتير بعرف عنك. وبتذكر مرة كنا بالبريك بالتصوير وخبرتينا هيك عن الحرب شوي وعن ذكرياتك بالحرب وقد هذا الشيء أثر عليك. بس ما رجعنا من وقت رجعنا حكينا عن هالموضوع، بحسه هيك بيضايقك. فعبالي هيك شوي اليوم أسألك عن هالشي وقد ايه أثر فيك على شخصيتك وعلى شو أنت اليوم. ايه يعني انا لانه تهجرت، يعني انا نحن تركنا بيتنا بالحرب، تركنا ضيعتنا وخسرنا كل شيء يعني. وهذا التهجير كتير حطنا امام يعني تحديات كتير كبيره بالحياه، يعني بين انه انت بطل عندك بيت وين بدك تنامي، انت ما عندك بقى تياب، مين بده يعطف عليكي ويجيب لك تياب لحتى انت تلبسي. والتحدي الأكبر يعني هو أنه وصلنا لمرحلة أنه أهلي ممكن مش قادرين بقى يكفولنا علمنا. هذا هو التحدي رح يكون، أنه قديش منعرف بعض بس نقدر بنفس الوقت نطلع أشياء جديدة ما منعرفها عن بعض قد ما فينا يعني. وأنا كنت كتير يعني بحب أتعلم، كنت حب أنه مثلاً دايماً ما بعرف هيك، لأنه ممكن أنا كنت عايشة ببيئة ضيقة وحس أنه الأفق طبعي هي برات هالضيعة ببيروت. وأحلم دايماً كنت أنه كيف بدي أخلص أنا مدرسة وبدي فوت على الجامعة وبدي أتخصص وبدي تصير شي حدا مهم بالحياة. فبتذكر نحن تهجرنا مرتين، يعني نرجع ونرجع نتهجر. كنا صرنا بمطرح بعمر أنه أنا 15 سنة عمري، بيجي بيقول لي بيي انه نحن مش قادر بقى ادخلكم على المدرسه، وانا برايي انه خلص اللي تعلمتي بكفي. شو صعب؟ اخ يمكن اكثر هي رح تتعرف علي كانسانه وانا رح اتعرف عليها اكثر كانسان، يمكن رح اتعرف اكثر على ماضيها، هي رح تتعرف اكثر على ماضيه، رح اتعرف اكثر على جروحاتها على وجعها. هو قال لي هيك انا حسيت كأنه خلص سكرت الدنيا بوجهي، وين أحلامي؟ أنه أنا حلمي أني كفي علمي وفوت على الجامعة وصير شي حدا مهم وتعلم وهيك. كنت يعني ما بقدر جادله لأنه الوضع كتير صعب وبي شخصيته كتير قوية يعني. فقمت قعدت برا على البلكون كان وقتها شتي، تحت الشتي كل الليل عم ببكي. قالوا لي اخواتي الكبار انه انا الوسط بالبيت، قالوا لي فوتي، قالوا لا ما راح فوت. لما بيجي بيقول لي بيي انه رجع عن قراره انه هو رجع راح بكره يروح يسجلني بالمدرسه، يفتش وين ما كان، ما فرقه معي، حيلا مدرسه بدي فوت، انا بفوت على البيت. اوكي شو صار؟ ايه انه منا هيني رجعت لما شافني هالقد يعني عملت انهيار، ما عادش اكلت ولا شربت ولا شيء وتحت الشتي قاعده. قال لي خلص. رجع بعدين كثير اشتغل وعمل وسايط لأنه كانت المدارس بلشت ونحن تركنا يعني مش قادرين بقى نفوت، السنة الدراسية صار ربعة وكيف رجع لي مدرسة. وأنا كمان أنه التحدي كيف أني أرجع عود اللي راح علي. يعني الحرب كانت عم تجي تلغي لي حلمي، يعني عم تلغي لك انت شو راسمه لحياتك، انت بترسمي لحياتك شيء، بتكوني ولد منك عارفه شو بدك تعملي، بس انا اكيد مش ممكن وقف هون علم. هيدي يعني الى جانب انه اكيد يعني اوقات بتحسي شوي كمان انه انت بذل، انه عم بنظروا لك انه انت مهجره او انت حدا يعني بحاجه للشفقه.